السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية بعد انقطاع مدة طويلة أنا بعتذر عنها، لكن إن شاء الله الفترات اللي جاية هنكون مع بعض بشكل منتظم. كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة رأس السنة الهجرية أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة. احنا للأسف عندنا شوية معتقدات خاطئة تتوارثها الأجيال تلو الأجيال، بنورثها البعض ونقولها البعض نتيجة بعض المعلومات الخاطئة من الإعلام، من السينما، من التلفزيون، أيا كانت إيه هي الأخطاء دي. على رأسها النشيد اللي احنا سمعناه ده، طلع البدر علينا. المعلومة الأولى النهاردة إنه نشيد طلع البدر علينا ده مش نشيد أهل المدينة المنورة قبلوا بيه النبي صلى الله عليه وسلم لأسباب مختلفة منها الآتي. أول سبب إن ثنية الوداع دي منطقة دي موجودة في شمال المدينة ما بيعديش عليها إلا اللي جاي من الشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة المهاجرين كانوا جايين من مكة، فبالتالي ما عدوش على المنطقة دي. فإزاي أهل المدينة هيرحبوا بيهم وهم جايين من ثنية الوداع وهم أصلا ما عدوش عليها؟ ثاني حاجة إن ثنية الوداع دي منطقة سميت بعد غزوة تبوك لحديث جابر رضي الله عنه لما قال فيه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك ففيه فتوادعنا، ومن هنا سميت ثنية الوداع. ده معناه ان هي اصلا ما كانش اسمها كده الا بعد غزوة تبوك، وغزوة تبوك دي حصلت تقريبا بعد 7 أو 8 سنوات من الهجرة. السبب الثالث ان هو بيقول جئت شرفت المدينة، وقتها ما كانش اسمها المدينة، كان اسمها يثرب. هي لم تسمى المدينة المنورة الا بعد الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سماها بالمدينة المنورة. فازاي هم غنوا جئت نورت المدينة وهي كان وقتها اسمها يثرب؟ حتى لو كان النشيد ده صحيح، هو غالبا ما يكون قد اتعمل بعد غزوة تبوك ومش في الهجرة. المهم بقى في الموضوع ان نشيد طلع البدر علينا ده تأليف المؤلف صالح جودت وألحان رياض السنباطي، يعني لسه اول امبارح. هل ستترك له يصب آلهتكم ويخدم أصنامكم ويعصي عليكم عبيدكم؟ فما قولكم؟ نقتل، نغير عليه وعلى قومه، نلقي به خارج البلاد، نأخذ بكل رجل قبيلة. ده طبعا مشهد عمله محمد سعد، ده تريقة او يعني واخده بشكل كوميدي شوية من مشهد كان مشهور جدا في فيلم من افلام التاريخية الاسلامية، اعتقد فجر الاسلام او جيرة الرسول مش فاكر بالظبط، اللي هو كان بيقول فيه نأخذ من كل قبيلة الرجل فيتفرق دمه بين القبائل. الحقيقة ان اجتمع الكفار في دار الندوة علشان يتفقوا مع بعض ان هم ازاي يتخلصوا من محمد صلى الله عليه وسلم من غير ما يحصل لهم مشكلة علشان العرب وقتها. فهم اتفقوا وقعدوا فعلا مع بعض وقرروا ان هم يقتلوا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الروايات بتقول انه طلع الشيطان في صورة شخص، في صورة شاب، قال لهم الفكرة دي اللي هي فكرة ان انتوا تاخدوا من كل قبيلة الرجل فيتفرق دمه بين القبائل، ما يعرفوش مين فيهم اللي قتله، فما يعرفوش ياخدوا بالثأرة ويعرفوا ياخدوا الحق وقتها من انهي قبيلة فيهم. الحقيقة ان ده ما حصلش، اهل العلم كلهم اجمعوا ان الكلام ده فعلا ما حصلش، فزي الناس اللي احنا شايفينهم البخاري والنسائي وهكذا وهكذا. فالموضوع ده كله كان عبارة عن خيال درامي، والخيال الدرامي له حكمه شوية. هي دي ايقونة الهجر، العنكبوت والحمامتين وغار حراء. حكونا في المدارس طول عمرنا وقعدوا يعلمونا انه النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه دخلوا الغار فاستخبوا فيه، لما جم الكفار يدوروا عليهم ووصلوا لغايه باب الغار لقوا انه عليه نسيج العنكبوت وحمامتين والحمام بايض، علشان يقولوا انه مستحيل يكون حد دخل المكان ده، والا كان خيط العنكبوت هدم، والا كانت الحمامتين طاروا وما كانوش بنوا لنفسهم عش. عشنا كتير جدا عارفين المعلومه دي وبقت هي الايقونه بتاعه راس السنه الهجريه. الحقيقه ان ده مش صحيح. ايه؟ اكد معظم العلماء ان الروايه دي غير صحيحه وملهاش اي سند من الصحه وملهاش اي دليل حصل في السيره. واكد القول بتاعهم كمان الايه بتاعت الله عز وجل لما قال وايده بجنود لم تروها، ده معناه ان هو اليقين انه النصر والتمكين والتأييد كان بجنود لم يروها مش بعنكبوت وحمامتين.
المغالطة الرابعة في قصة الهجرة، حكولنا برضو أو علمونا أنه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بعد ما دخل غار حراء فهو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خليك أنت يا رسول الله، أنا هدخل فداك أبي وأمي علشان لو في عقارب أو تعابين أو كلام من ده. لقى فعلا في ثغور كتير جدا في الغار، فبدأ يقطع من هدومه ويسد هذه الثغور لغاية ما تبقى ثغرين ما لقلهمش جزء من ثيابه يغطي بيهم، فسدهم برجله وبإيده. ونام النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، لكن لدغ سيدنا أبو بكر من إحدى الشقين دول حتى تألم ولكنه صمت، ونزل الدمعتين من عينيه. فصحه النبي صلى الله عليه وسلم لما سقط الدموع على وجهه الكريم رضي الله صلى الله عليه وسلم، فصحي فسألوا فيه إيه، فقالوا لدغت فتفل في قدمه فشفيت. دي قصة ليس لها أي سند من التاريخ، ولكنها كانت قصة لمجرد أن هي حبكات درامية. وكل العلماء دول قالوا أن الرواية دي ليس لها سند، ولكنها كلها ضعيفة، كلها مردودة على أصحابها، ولم يتبين تأكيد هذه الرواية. آخر حاجة هنتكلم فيها النهاردة، هو فعلا شهر الله المحرم هو أول شهور السنة الهجرية؟ الحقيقة أن شهر الله المحرم ده أحد الشهور الحرم، يعني لو ده من قبل الإسلام، فالكفار حتى لو اجتمعوا ان هم يحاربوا او ان هم يخرجوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من داره ويشهروا عليه سيوف، مستحيل ده كان يحصل في احد الشهور الحرم، وشهر الله المحرم هو احد الشهور الحرم، فمستحيل كان ده يحصل. تاني حاجة، ان معظم الروايات وكتب السيرة افردت او قالت ان هو الهجرة حصلت في النصف الاخير من شهر صفر وليس في شهر محرم. الرواية الاشهر في الموضوع ده تعود للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الراشد الثاني، ان هو بعد ما توسعت الخلافة الاسلامية وبدأ يجيله مخاطبات ومكاتبات من كذا حد ومن كذا من كل حد وصوب زي ما بيقولوا، ما كانش كافي ابدا التأريخ بالشهر، فجاله في يوم من الأيام خطاب كان مؤرخ بشهر شعبان، وما كانش عارف أنه شهر شعبان، شهر شعبان الحالي أم الماضي. فاستشار كان وقتها المستشار بتاعه أو القاضي بتاعه سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فأشار عليه بأن هو يقيم أو أن هو يؤرخ بعدد سنين الهجرة. فمن هنا جه أنه التقويم الهجري بعد خلافة أبو بكر كمان، ولكن في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، ومن هنا كانت سنة 622 هي بداية العام الهجري. طيب، طالما كانت الهجرة في شهر أو أواخر صفر، وعلى ما أخذوا في الرحلة حوالي 15 أو 20 يوم على حسب الروايات، فكانت الهجرة وصلوا المدينة المنورة في أوائل ربيع الأول، ليه تم تحديد أنه شهر محرم هو أول شهور السنة الهجرية؟ على أرجح الأقوال قالوا إن هو علشان يكون موجود الأربع شهور الحرم موجودين في نفس السنة، هو محرم، رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، فده الترتيب الوحيد اللي يكون فيه ذو الحجة آخر شهر ومحرم أول شهر والاثنين في النص، فده الترتيب الوحيد اللي يخلي الأربع شهور الحرم موجودين في سنة واحدة، وده كان أرجح الأقوال. علشان كده لازم بيننا وبين نفسنا نبقى نقدر نفرق ما بين السنة الهجرية والسنة العربية، أو العام الهجري والعام العربي. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية، أتمنى أن أنا أكون قدمت لكم معلومة مفيدة. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك، وعلشان يوصلك كل جديد اعمل سبسكرايب او اشتراك، لو حاسس ان الحلقة دي ممكن تفيد غيرك اعمل لها شير. شكرا جزيلا، نتقابل في حلقة تانية.